الكابتن. عيون الكابتن. شنو حلقة اليوم؟ اليوم إن شاء الله جاي أدرب كابتن سيد، يعني شوي ده أعطي ملاحظات بسيطة على تمارينه. إيه. تجي والرجل يعني محتاج الكويت القديمة. أكيد. خبرات قديمة كلها. يعني يعجبني بي يعني بدايته بالشف. زين. كل شيء يعجبني هذا التمرين يعني صراحة. إن شاء الله كان أخذ وراه. وذاك عودة مال ماسة حتمرن بيها ما عندي مشكلة. حاول لا تصعد فوق كلش في شيء لهنا وتنزل، يعني بقي التنشن موجود. اي اي انزل. حلو حلو. طبعا هذا الثقل اللي تشوفوه كله من وراء ايد مصطفى. مصطفى شيل ايدك. اي هسه راح يقدر هسه. اي باوع شلال. وهاي البؤره اللي براسك اللي وراك هاي. ما شاء الله بير زمزم. ما سويت زوم انا على صرعيتك. وين صرعيتي يعني؟ ايه مو صرعيه ما تقدر لي. منكر وهذا نكير. هاي سيلوني الشباب وبالاخص هذا من مصطفى، لانه ما راح اقول لكم مصطفى راح تقولوا لي هذا لو هذا. انا ابو عربي. فهذا مصطفى وهذا مصطفى. سالني هذا مصطفى ابو عرب. ابو عرب يقول كابتن انا اسوي الكارديو بالبدايه، ليش اسوي بالاخير؟ انت تقول لي سوي بالاخير. مصطفى انت ايش تعرف؟ انا حكيت وياك هسه، ايش تعرف عن هذا الموضوع؟ والله كابتن انا اللي ادري به انه التحكيك انا من اتمرن كل تمريني بالبدايه يكون اول شيء الكارديو. بس ما اعرف ليش يعني هم كانوا دائما يقولون يعني شايف انه انت يعني هيك تمشي على العمى وعلى دين اجدادنا ولدنا هو هيك شيء. اجي انا اتمرن اول شيء كارديو نص ساعه ثلث ساعه حسب وراها الله بالتمرين. بس انت من حكيت لي على الكارديو انه هاي المفروض ما استهلك الكارديو استهلك المسلز يعني انه للتمرين صدمتني صراحه والله. فيعني لازم كلش امشي على هذا الموضوع كل اكون كلش اكزوست ورا الكارديو بعد مالي واس اصلا بالتمرين. بالتمرين اكو نوعين من الطاقه عندنا بالجسم، ايجابيه وسلبيه. الايجابيه يا ياسر، السلبيه وين ياسر تاج راسي اطلع برا لازم نطلعها بالبلوج. اكو نوعين من الطاقه بالجسم، اكو الطاقه اللي تمشي بالدم اللي هي عن طريق الكاربز او السكريات الجلايكوجين اللي موجود بالدم. هذه الطاقه اذا تلعبون بالبدايه كارديو راح تحرقوها مباشرة، وراها الجسم بأثناء تمرين الحديد راح يحتاج إلى طاقة جلايكوجين. منين راح يأخذها؟ راح يأخذها يبدي يكسر العضلات ويطلع هذا الجلايكوجين. فإحنا ما نريد هذا الشيء يصير، إحنا نريد نستهدف الفات كطاقة بأثناء الكارديو. فإذا الطاقة اللي موجودة بالدم عندنا نلعب حديد نستهلكها بأثناء لعبنا للحديد، وراها نجي نلعب الكارديو. هنا 60% من الطاقة
راح تكون من الفات و 40% من الجلايكوجين. فهسه احنا دا نسوي كارديو ورا ما خلصنا الحديد على ارتفاع 9 وسرعة 4 مو اكثر. طبعا حسب العمر، كل ما الانسان يكون كبير شوي بالعمر السرعة تكون اقل والارتفاع يزيد. بطلنا المحترف ده سوي. بس اذا امشي ارتفاع 10 سرعة 6 تحرك شحوم شوي من المعدة المشي، مو مثل الركض يحرك عضلات. الله حاليا الارتفاع عندي الحمد لله شوف في تزايد هاي صار عندي 4-15 حمد لله شكرا ماشي والسرعة ان شاء الله بعون الله تعالى يعني لا زي 7 حمود ان شاء الله.